صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ تفاصيل حلقتنا خلونا نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد. صباح الخير عليك بسام. صباح الفل يا وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. وخلونا مشاهدينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولتنا المرورية اللي بنتابعها كل يوم ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي قبل ما الناس تبتدي تنزل للشوارع. أولا هناخد بالنا ان في ظهور تباطؤ في حركه المركبات وكثافات متحركه للمركبات بشتى انواعها بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال لاماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات اثناء استقلال السيارات اعلى الطرق ووسط طبعا تمركز الخدمات المروريه اللازمه لمتابعه حركه مرور السيارات خلال اوقات الذروه والزحام المروري على مدار اليوم بالكامل. نبدا جولتنا من القاهره وبالتحديد من كوبري اكتوبر زي ما انتم شايفين المتجه لمنطقه رمسيس وغمره هنلاقي فيه سيوله مروريه، اما اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه العباسيه فهنلاقي كثافات بسيطه. لو رحنا مصر الجديدة وبالتحديد في شارع الخليفة المأمون عند تقاطع كوبري القبة هنلاقي هناك كثافات مرورية مكملة لحد منشية الجمل وكوبري أبو وفية كمان هنفضل ماشيين فيه لحد ما نوصل لحد كوبري تحيا مصر بيشهد سيولة مرورية كبيرة هناك. هندخل الكورنيش وهنلاقي بعض الكثافات والغير مؤثرة أبدا على حركة المرور. إنما لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وبرضه هناك في بعض الكثافات المرورية الموجودة هناك. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبدأ جولتنا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية وده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر تقريبا بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة. محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر في كثافات مرورية للي متجه لميدان لبنان وبتقل طبعا عند نادي الزمالك وعند كوبري 15 مايو، أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر ففي سيولة مرورية على المحور هناك. محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد طبعا عند يعني طول الطريق لحد ما نوصل عند جامعة القاهرة الكثافات هناك كتيرة شوية. لو رحنا لمحافظة القليوبية وأخذنا الطريق في منطقة شبرا الخيمة هنلاقي هناك كثافات مرورية في شارع الجديد وكمان عند كوبري عرابي بسبب طبعا الذهاب للمدارس، أما المؤسسة ففيها كثافات بسيطة عند النفق وعند مستشفى النيل للتأمين الصحي. أما الطريق الزراعي فيه كثافات مرورية بالقرب من الدائري بسبب طبعا أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المنطقة، أما اللي قادم من شبرا بنها ومتجه لمنطقة شرق القاهرة هيسلك الأفضل ليه يعني أنه يسلك محور الفريق العصار لحد مصر الجديدة ومدينة نصر. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد وبالتحديد في شارع أوجينا هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، ولو كملنا هنروح عند شارع جمال عبد الناصر بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح هنا على طريق طرح البحر بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة وكمان من طرح البحر هندخل لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية كبيرة مكملة لحد آخر الشارع. ودلوقتي نرجع مرة تانية لأحمد وبسنت نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. صباح. شكرا لك. شكرا لك يا لمي.